رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بكم في فتاوى الناس. في حلقة اليوم نتحدث عن أحد أهم جوانب التكفير عند المتشددين، وهي شبهة تكفير عصاة المسلمين التي تستخدمها الجماعات المتطرفة. ويشرفنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وسؤال الحلقة على صفحة الفيسبوك: ما رأيك في تكفير المسلم بدعوى ارتكاب المعاصي؟ مولانا أهلا بكم. أهلا وسهلا. يعني دعني أقف عند جملة مضيئة دائما أنتم تقولونها أيها العلماء الربانيون، دائما العلماء الحقيقيين في حياتنا وإحنا بنتتبع كل هذه الأثار الطيبة، تقولون دائما: نحن دعاة ولسنا قضاة، هداة ولسنا أوصياء. طيب هل هناك من المعاصي، قبل أن نتحدث من يكفر أو من لا يكفر، هل هناك من المعاصي التي يرتكبها المسلم تؤدي به إلى التكفير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. كويس الشبهة دي عشان خاطر، وكويس التصدير اللي حضرتك عملته، لأني من علامات الفكر المتطرف أنه يصير نفسه قاضيا على الآخر، فيفضل يفرس في الناس شغلة الإنسان حقيقة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، شغلتك أن تنشغل بعيوب نفسك، أن تحاول أن تتنزه من هذه العيوب أو تتخلص منها. شغلة بعض أو معظم الجماعات المتطرفة إن هي عاوزة تحكم على الناس، لا يرى عيب ما في نفسه، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرى يعني القزاة في عين أخيه، اللي الخشبة الصغيرة كده بسيطة، ولا يرى الجزع في عينه. يعني شوف الخشبة الصغيرة اللي قد كده والجزع النخلة اللي قد كده، جزع النخلة في عينه والخشبة الصغيرة في عين التانيين، فمش شاف الجزع في عينه وشاف الفتفوتة الصغيرة دي في عين الآخرين. بمعنى أنه يكبر الصغيرة عند الآخرين من ناحية المعصية، عمل معصية صغيرة أو مش قوي يروح مفخمة، وهو وقع في المعاصي ولا يدري ولا يشعر. ومعاصي ممكن تكون كبيرة. ليه بقى كبيرة؟ لانه بيظن الكبيره ترك الصلاه فقط، ودي كبيره. يظن الكبيره مثلا والعياذ بالله السرقه، الزنا، ما يعرفش ان الكبيره العجب، الكبر، خلاص، افات النفس، افات النفس، الحقد، الحسد، وامراض القلوب. ده من اكبر الكبائر ومن اصعب الامراض في العلاج، امراض القلوب. وده اللي عالجها العلماء الربانيون، وخاصة سيدنا الشيخ أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. كنت نفسي أسألك السؤال فضلت مولانا في هذه النقطة، يعني فكرة أني عليك أن تصلح نفسك. الناس ممكن تفتكرها أن كل واحد يبقى أنا ماليش دعوة بحد. هل المقصود بأن أصلح نفسي أن أنظر إلى عيوبي فأصلح هذه العيوب، وما ينصحنا به العلماء الربانيون في التصوف والتربية، في التصوف اللي هو الباطن يا مولانا، هو في الفقه والتصوف والتربية، الله، التلاتة أو الاتنين دول، من الفقه والتصوف والتربية حاجة واحدة. يبقى في الفقه وفي التربية والسلوك الأصل أن تصلح من عيوب نفسك، بس أن تكون صالحا أولا. لا يتصور أن يكون إنسان مصلحا وهو غير صالح، إزاي؟ يعني الظاهر يساوي الباطن عنده، وده بقى ده درجة، يعني درجة حلوة، وده اللي بنشتغل عليها في حياتنا. أيوة. اللي هو إيه؟ أن تخرج من نفاق النفس طول عمرك. ليه؟ لأن نفاق النفس يعني إيه؟ ممكن الواحد يفضل يضحك على نفسه بره في الظاهر حلو وجوه مش قوي. أيوة. بره ظهر الناس جميل قوي وبره 60%. الشريعة عاوزاك، والفقه والتصوف عاوزاك بره زي جوه وجوه زي بره، في طاعة الله الاتنين. لذلك المعاصي بقى، المعاصي مرتبينها العلماء كلهم أهل السنة والجماعة مجتمعين أن المعاصي لا يكفر بها الإنسان. ده لو كفرنا بالمعاصي يبقى كل ناس إنسان عنده كفرة، وده يعني مش منهج. يعني جه عند المعتزلة قال لك الكبيرة من الكبائر، مرتكب الكبيرة عند المعتزلة، مرتكب الكبيرة يقول لك إن هو في النار أو هو كافر، أو منزلة بين منزلتين، بعضهم يقول كده وبعضهم يقول كده، منزلة لا هو مؤمن ولا هو كافر. ما هو إيه يا عم الشيخ؟ أو ده جدال بقى يعني بيزنطي شوية وفلسفي. إنما عند أهل السنة والجماعة، عند جماهير العلماء قاطبة، إن مرتكب المعصية عاصي وليس كافرا. أيوة. الكافر اللي بيجحد شيء معلوم من الدين بالضرورة وما نكفروش، والمعصية دي حتى لو كانت كبيرة،
حتى لو كانت كبيرة. أيوة. يعني لو بيعمل أكبر الكبائر ليس بكافر، إنما هو عاصي، وعاصي آثم يعني جامد شوية في الكبائر، إنما نقول إنه نكفره؟ لا. يكفر إمتى بقى؟ شوف الضوابط. عندما هو أولا التكفير لا يكون إلا من قبل القضاء، خلاص القاضي اللي يكفر. ليه بقى؟ أحسن واحد يقول لي يعني أنت بتقول العلماء والفقهاء ما يكفروش؟ العلماء والفقهاء يكفروا في الكلام النظري مش على شخص معين، كلام النظري فقط. إن في تكفير وصفي، مش حالة. أيوة تكفير وصفي، مش واقعة سؤال صحيح، وإنما بيتكلم على مجموع، على قاعدة معينة. إنما كتكفير العلماء لا يكفرون أصلا أحد بعينه. ليه؟ العلماء علمونا بقى هنا عشان التربية والفقه، شوف الاثنين ما بيمتزجوا من بعض، لأن المشكلة في التيار المتطرف لا عنده فقه ولا عنده تربية. يبقى الفكر المتطرف لا فقه له ولا أخلاق الاثنين، ودي مشكلة كبيرة. إنما الفكر بقى المعتدل عنده فقه خلاص، ويتراوح بقى في التربية والسلوك في معارج الترقي أو درجات الترقي، عشان يصلح من عشان يطلع القلب ويصلح من النفس. يعني والقلب. يصلح من النفس ويعالج القلب من تلك الأمراض. فلا يكفرون. ليه بقى التكفير ده بيكون بإيد القاضي؟ لأنه بيحتاج تحقيق، والعلماء لا بيحققوا ولا بيعملوا، التحقيق عند القضاء وعند النيابة، فيقعد يفضل يسأل فيه بقى وهو يتصرف فيه القاضي. إنما العالم لا يسارع إلى تكفير الناس، ولكن يبادر إلى تحبيب الناس لرب العالمين. يعني العالم يقول يعني من أنكر معلوم بالدين بالضرورة فهو كذا، ده الوصف. دي مين هو ده بقى؟ من هو؟ أنا أعرفوش. أما حسد علي سيد القاضي. هو القاضي اللي يحكم على كده. بس كده كده يبقى احنا فهمنا. وضحت الرؤية. وضحت الرؤية. أم يوسف معايا على التليفون. أهلا بأم يوسف. السلام عليكم أستاذ حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. السلام عليكم دكتور مجدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسأل حضرتك سؤال بس استحملني شوية دكتور مجدي وركز معايا شوية كده، الله يبارك لك يا رب. أنا ركز والله. الله يبارك لحضرتك يا رب. أنا دلوقتي جوزي توفى بقاله 3 شهور. رحمة الله عليه. الله يبارك لك يا رب. وترك لي ولدين وبنتين في التعليم ووالدته. أنا عارفة إن الشرع بيقول إن أمه ليها الثلث. ماشي؟ فطبعًا إحنا عملنا إعلام وراثة. إعلام الوراثة نزل فيه الحاجات اللي هو جايبها بشقاه وتعبه وعره، اللي هي العربيه ربع نقل، شقه تمليك احنا عايشين فيها، مبلغ بسيط في البنك 68,000 جنيه. طبعا في شقه تانية كان وارثها من والده الله يرحمه، بس الشقه دي طبعا ما فيش ورقه بيها خالص، طبعا ما نزلتش في اعلام الوراثه. طبعا جاي المحامي بتاعي اتصل بوالدته، والد جوزي، وقال لها احنا عايزين نقعد مع بعض علشان نحل الموضوع ونشوف انت ليكي ايه وام يوسف ليها ايه. قالت له انا لا قاعده مع حد ولا هكلم حد، وحقي هاخده. قلت له حقها تاخده؟ قال لي حقها تاخده، عايزه تاخد حقها في الشقه اللي انت قاعده فيها. الشقه اتمنت يا دكتور مجدي ب 750، العربيه اتمنت ب 190، المبلغ 68,000 جنيه. عايزه تاخد في ثلاث في الثلاثه دولت الصوت بتاعها، وفوقيهم الشقه اللي هي وسط جزء من ايه من بيت ابوه. ايوه. انا هل دوت دي تقسيمه الشرع والدين اللي حكم بيه ربنا سبحانه وتعالى؟ أيوة. وانا معايا دلوقتي بنتين لا اتجوزوا ولا اتعلموا وتوأم وصابهم صغيرين. يا ام يوسف انا بشكرك وانك احتكمتي الى الشرع، وما دام احتكمتي للشرع تشوفي فضيله الدكتور مجدي هيقول لك ايه. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا استاذ حسن. وعشان كلنا نرتاح، كل الاطراف ترتاح بالاحتكام الى الشرع. بشكرك شكرا جزيلا يا ام يوسف، وهنشوف مولانا هيقول لنا ايه لام زوجك رحمه الله عليه. يا استاذ احمد. ايوه اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في سؤال على الميراث لو سمحت. اتفضل يا فندم. بالنسبه لي اختي ساريه توفت من 2009. اخت حضرتك؟ اختي من ابويا. اخت حضرتك من ابيك؟ 2009. وهي لا اخت ثانيه من اب وام، يعني دي ماسكه كل حاجه. اختها الثانيه شقيقه ليها. دي في حياتها وزعت على اولادها كل حاجه، وكل واحد بنى له بيت. ما كلمناش في النقطه دي. بعد وفاتها بحوالي من 2009 لحد 2017
باعوا البيت بيت وشراء لابنها ناجي ابن صباح. يعني السؤال ايه حضرتك؟ سؤالي احنا دلوقتي يعني انا عاوز بس اسال حضرتك، هل هي كتبت كل ما عندها بيع وشراء لاولادها؟ هي ما كتبتش، هي اساسا هي اساسا ما لهاش اولاد ولا بنات ولا اي حاجه، اللي هي الحاجه سميره اللي توفت دي. اه ماشي، لها بيت بقى ابن صباح اللي هي اللي هي اختها الثانيه الشقيقه بقى. اسمها اسمها الاستاذه صباح زي ما بتقول. ده صباح. ايوه ده ابن اسمه ناجي، ده اساسا مدرس وماسك البيت. بعد وفاه امه هو بقى اللي هي صباح اللي هي اختي دي، قاموا اتصلوا بيا. تمام. وقالوا دلوقتي احنا عاوزين، عاوز بقى ايراد امه. هو عاوز ايراد امه عشان امه دلوقتي في التربه بتتحاسب. فبعت لنا، انا قاعد في طبعا مقيم في الاسماعيليه، انا سافرت على طول في نفس الحال. قعدنا هناك قضينا الواجب والعزاء وجينا قعدنا في بيت اخويا الكبير. اخويا الكبير طبعا جارهم. انا ما اعرفش باللي بيضرى هناك في المنصوره ايه. يعني طب المهم قال لك ايه؟ يعني ابن اختك، ابن اخت حضرتك قال لك ايه بخصوص البيت او التركه او الميراث؟ قال لك ايه يا فندم؟ قال لي كده على طول فبركه كده واحنا قاعدين. ايوه هي دي اللي احنا عايزينها. فبركه كده واحنا قاعدين. قال لي البيت اتثمن ب 120 الف جنيه. تمام. ماشي، رغم ان البيت يجيب اكتر من كده. تمام. تمام. وبعدين بعد ما اتثمن البيت. بس هو تمن البيت يعني ونصيبك في المية، وقال لك على نصيبك في المية وعشرين ألف ولا لا؟ اداني 13. اعطاك 13 ألف. حاضر نشوف. ما قلنا قولنا ايه؟ اداني 13 بس. حاضر. وانا ليا اخ واختين بنات، يعني رجلين وبنتين وامه. ممكن اخليه يسيب رقم تليفونه في يا ريت يا 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 استاذ احمد، سيب رقم تليفونك في الكنترول روم، وفضل الدكتور هيتصل بيك لاحقا عشان ياخد التفاصيل الكتيره يجمعها مع بعض ويديك الحل بتاع المساله دي او المشكله دي. بشكرك شكرا جزيلا يا حاج احمد. ام عمرو اهلا بيكي. اهلا بخير. السلام عليكم. اتفضلي يا ام عمرو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا ايه، انا كنت في رمضان. ايوه. يعني بقرا القران كثير وكده. جيت بعد رمضان مش قادره امسك المصحف خالص، بس بصلي ما فوتنيش وقت، بصلي الفجر حاضر وكل حاجه، بس المشكله اللي مأزماني مش قادره امسك المصحف واقرا فيه، غير يوم الجمعه بس اقرا سوره الكهف، فالحته دي مضايقاني خالص. فمش عارفه انا اعمل ايه عشان اقدر ارجع للمصحف، وبينما بنفسي اقعد واقول ايه لا لا لازم ان هدا انا همسك المصحف واخلص جزء، الاقي نفسي مش قادره امسك المصحف خالص، الحته دي مأزماني ومضايقاني خالص. حاضر يا حاضر يا كده يريحني ويقول لي اعمل ايه. ان شاء الله يا ام عمرو ان شاء الله. ماشي. بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذه ساره اهلا بيكي. اهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. معلش يا دكتور، انا بس بتاسف الاول قبل اي حاجه. لا ابدا، انا حضرتك يعني يتيمه او كده، بس مشكلتي ان انا محتاجه حاجه، انا دراعتي الاثنين مقطوعين. انا يعني بقالي 3 سنين مش بخش امتحان الثانويه العامه. ايوه. انا نفسي اركب، بس يعني عايزه جهاز تعويضي، بس يعني عايز بس حد يجيب لي جهاز تعويضي، مش اكتر من كده والله. يا ساره كل الناس بتسمعك دلوقتي واهل الخير بيسمعوكي، وان شاء الله ان شاء الله مش هتنتهي الحلقه لما اهل الخير يتصلوا بينا. وسيب رقم تليفونك وسيبيه، يعني تحري ان يكون رقما صحيح، يعني ما فيش اي رقم غلط فيه. وبشكرك على الاتصال بينا، واهل الخير بيشكروا اصحاب الحاجات اللي بيتصلوا بيهم. بشكرك شكرا جزيلا يا ستي. منى اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت انا بس عايز اسال الدكتور مجد على حاجه ممكن؟ اتفضلي يا فندم. بالنسبه للصلاه انا مريضه وبصلي وانا قاعده على الكرسي، فلما باجي ساعه الركوع بميل دماغي لقدام سنه صغيره، وساعه السجود بميل جامد كان القرى كده موزعه للارض. الصلاه كده تبقى صحيحه ولا لازم اسجد اوضتي تبقى ملامسه حاجه؟ ده بالنسبه للصلاه وانا قاعده. السؤال الثاني ايه؟
السؤال الثاني لو سمحت برضو بالنسبة للصلاة، أنا بصلي الفرض وبصلي معاه من الصلاة الفائتة، الظهر مع اثنين والصبح اثنين وكله اثنين اثنين، يعني مع الصلاة الفرض وصلاة من الصلاة الفائتة. تمام كده إن شاء الله مدى الحياة. تمام وهصلي إن شاء الله قيام ليل وصلاة الضحى. ربنا يتقبل. ينفع أفضل كده على طول من غير ما أصلي السنة؟ لأن أنا قلت هصلي مدى الحياة يعني الصلاة الفائتة، واللي يزيد بقى يبقى ابتقاء مرضات الله. ينفع أعمل كده من غير صلاة السنة ولا لأ؟ مدى الحياة بشكر. سؤال معلش بقى تاني في قراءة القرآن. كل الأسئلة اللي عند حضرتك أهلا بيها، اتفضلي. أنا متشكرة والله، الله يبارك لكم في صحتكم وفي عافيتكم يا رب ويرزقكم كل خير. الله يبارك لك أنت والدكتور مجدي وكل القائمين على القناة. أمين يا رب العالمين. ألف 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 شكر. بس لو سمحت معلش، ومن أنشأ هذه القناة؟ بس أكمل سؤالي. أنا متشكرة حضرتك قوي. اتفضلي فين. بالنسبة لقراءة القرآن، أنا ما أقدرش أصلي أقرأ القرآن وأنا على وضوء، لاني بدخل حمام كتير جدا. فهل قراءه القران لازم يكون في وضوء ولا لا؟ وبالنسبه للسجده، لو لقيت سجده وانا بقرا القران دي اعملها ازاي وانا اصلا ما بسجدش وبقعد على كرسي بميز دماغي كده بس؟ حاضر يا فندم. السجده اخر حاجه، معلش انا اسفه. اهلا بيكي، اتفضلي. بالنسبه للصيام، انا كنت برضو قلت ان انا هصوم 3 ايام في كل شهر عربي مدى الحياه، اسدد اللي عليا والباقي ابتغاء مرضات الله. فدلوقتي انا مريضه ما بقدرش اصوم الا رمضان ومثلا حاجات بسيطه كده، ينفع كل فتره اطلع مبلغ واقول ده بنيه تسديد الايام اللي عليا برضه مدى الحياه؟ اطلع مبلغ صغير كده واقول المبلغ ده عشان تسديد الايام اللي انا افطرتها في رمضان. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. ربما يكون معايا اتصال تليفوني ثاني. الو. طيب تسمح لي فضل الدكتور نجيب على أسئلة السادة المشاهدين. طيب دلوقتي الأم يوسف وحسنا أو جميل ما صنعت أنها لجأت إلى الشرع، حماتها بقى تاخد في 68 ألف، في العربية 190 ألف، في الشقة اللي قاعدة فيها التمليك، في الشقة التانية ملهاش ورق، نصيب حماتها إيه؟ أولا إحنا عاوزينها بس تصبر على حماتها شوية وتوضح الشرع لحماتها والمحامي يوضح لها، او تروح لشيخ يقول لها انت ليكي ايه، لان في ولاد ابنها موجودين. طبعا احنا عارفين ان الام هنا هتاخد السدس لوجود الفرع الوارث اللي هو الاولاد، ف والزوجه هتاخد التمن، يبقى التمن للزوجه والسدس للام والباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثيين من كل التركه. ايوه يعني ليها السدس في كل ده، في الشقه اللي انت قاعده فيها حضرتك، وطبعا مش هتخرجك، هتعملوا تخارج، وليها في ال 68,000 جنيه، وليها حضرتك في العربيه النص نقل ولا مش عارف قلت ايه حضرتك؟ ايوه عربيه ربع نقل، وليها في او ربع نقل، وليها عربيه في الشقه الثانيه. انما تاخد من السدس من كله وتاخد الشقه الاخرى، هذا يكون اجحاف وخارج تقسيم الله عز وجل للميراث، طالما ان الشقه باسم هذا الرجل. يبقى احنا عايزين نفهمها بس احسن اللي هيزيد ده. يعني ايه اجحاف يا مولانا؟ عشان برضه احسن اجحاف يعني يعني ظلم. ايوه. وهيبقى مال سحت لو كان بغير حق. يبقى ازاي هتاخد من ابنها مال سحت ومال يتامى؟ وده حلال ولا حرام يا مولانا؟ السحت ده يعني اشد الحرام. بس عشان بس انا اتمنى ان يعني هذه السيده الكبيره تكون سمعانا دلوقتي وبالتفصيل. كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، يعني من اثم من مال حرام والعياذ بالله. فنقول للسيده الكريمه دي ارفقي بابناء ابنك الذي مات، دول بداله. يعني في ناس كتير يعني بيساعدوهم، فاحنا عاوزين نديهم بس حقهم ان شاء الله. ام مصطفى معايا على التليفون، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور مجدي؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. ازيك يا استاذ حسن؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بقوم اصلي الفجر جماعه يا دكتور مجدي انا وبنتي. كويس. فساعات هي بتتاخر في النوم شويه، فانا بروح اصلي يعني الفجر، فهي لما بتصحى بتزعل لما انا بصلي، فبقول لها لا انا لسه ما صليتش فانا مستنياك، بصلي الفجر معاها تاني جماعه. هل كده حرام ولا ايه؟ وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، واحنا وهي بتتأنى شويه في الصلاه يعني، فاحنا ساجدين سبحان ربي العظيم، فعلى ما بتستنى شويه بخلص الثلاث مرات وبصلي على الرسول على سيدنا محمد. تمام. لما بقول سمع الله والحمد وقف، فهي بتقول دعاء، فانا بقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعنا يا رب.
طيب. فاللهم صل على سيدنا محمد. فعايزه اعرف الرد على حضرتك، حاضر يعني كده غلط ولا صح؟ حاضر يا فندم. وعايزه الله يبارك لك يا دكتور مجد ويكبر بخاطرك، عايزه رقمك. حضرتك هتسيبي رقم تليفون حضرتك في الكنترول روم، فضل الدكتور هيتصل بيكي لاحقا ان شاء الله. اسمحنا فضل الدكتور مجدي، نطلع فاصل قصير ثم نعود الى الساده المشاهدين، ابقوا معنا دائما. لو واحد تزوج على زوجته وما اخترهاش، هل ليه عقوبة شرعية؟ انا ناوية ان شاء الله اطلع عمر، بس بقول ان انا اجوز ابني الاول اللي محتاج يتجوز، وبعد كده باجلها العمرة شوية عما ايه اجوز ابني عنده 25 سنة وعملنا له البيت الحمد لله. فهل انا كده غلطانة اطلع عمرة ولا اجل ابني؟ اجل ايه بالظبط؟ رميت اليمين كذا مرة على الجماعة بتوعي وانا مش عارف انا الوقت كده اخده بربنا ولا ايه، وعايز اعرف حلال ولا حرام. اهلا بحضراتكم فلوس الدكتور مجدي عاشور، وجد ترحيب بفضلتك واسمح لنا نسعد بكل اجاباتك على كل هذه التساؤلات، ولكن اسمح لي معالي استاذ محمد على التليفون. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك، اتفضل يا فندم. سؤال حضرتك. وعليكم السلام. اولا في حديث بيقول في قراءة القرآن الذي يتتعتع فيه له أجران. نعم. الحديث ده إدى لبعض الناس إنها تقرأ بكيفها، الفتحة يخليها كسرة والكسرة يخليها ضمة ويطلع فوق وينزل تحت. أها. وما فيش حد، يعني أنا سمعت الحديث مرة واثنين وثلاثة من شيوخ كبار يقولوا الذي يتتعتع ويكملوا الحديث وما يقولوش إن كان هتبقى القراءه دي غلط ولا صح. أنا عاوز أعرف. طيب. ده بيدي حق للمقرئ أو للقارئ إنه يقرأ غلط؟ طيب فضيلة الدكتور مجدي هيوضح لنا مشايخنا بيقولوا لنا إيه؟ يقصدوا إيه أو المحاديث معنى التعتعة هنا معناها إيه؟ عشان يبقى منضبطين إحنا اللي بنسمع مع الفتوى اللي بتتقال أو الإجابة اللي بتتقال. وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذا السؤال. السؤال الثاني. اتفضل السؤال الثاني لو أمكن. السؤال الثاني. اتفضل. في واحد جاني بيقول لي أدفع دلوقتي كده 50,000 جنيه ويضمن لي طلوعي الحج السنة الجاية. ولما تطلع لما تجيني التأشيرة أكمل على 50,000 قيمة القرعة معايا؟ معاك طبعا، وأذهب إلى الحج العام القادم. العام القادم ب50,000 بس هدفعهم دلوقتي. تمام. وبعدين بكمل عليها، يعني مش هتبقى الخمسين بس. دي عبارة عن شركة ولا شخص بعينه جاي يقول لك الكلام ده؟ والله شخص ومتصل بشركة إحنا بنقول يعني. أيوة عشان تمام. دي نمرة واحد. أيوة. أو التاني، الحاجة التانية. أتني ساكت لأول رجب، لما يفتحوا القرعة بتاعت الداخلية أدفع له 20,000 يجيب لي وصل بعشرة، والعشرة تروح عليا بيجيب لي بها التأشيرة، وأبقى أكمل على العشرة اللي عنده قيمة القرعة معايا؟ تمام، اتفضل يا فندم. الحج في الوقت دي الحالة دي أو دي ينفع ولا دي تعتبر إيه؟ حاضر حاضر يا أستاذ محمد. اسمح لي وهنئ حضرتك وهنئ السادة المشاهدين وكل الناس في كل مكان. دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدا غرة سفر إن شاء الله، فكل سنة وحضرتك طيب وكل سنة والسادة المشاهدين بألف خير وصحة وسلامة، ومصر دايما في سخاء ورخاء وفي مصاف الدول المتقدمة دايما يا رب العالمين، بل تقود الأمم. خليني أرجع لي، ربما يكون معي تساؤلات تانية. ألو. طيب طب ارجع لاسئله الساده اللي اسعدونا وكل اللي بيتصل بينا بنسعد بيه. طب اتجوزت على مراتي وما اخترتهاش يا مولانا، يعني انا افتكرت ايه بقى دلوقتي في الحاله دي؟ السؤال الاولاني احنا دلوقتي عاوزين نفهم حاجه كويسه قوي، ايه هي؟ ان عندنا حكم شرعي دياني ديانه يعني، وممكن يكون في حكم قضائي او الامر بيسموه قضاء وديانه. الديانه ممكن تبقى يعني غير ظاهره والقضاء حاجة واضحة. ليه الأمر ده؟ إحنا عاوزين نقول لا نخالف الديانة ولا نخالف القضاء، لأن بعض الناس يقولوا إيه؟ طب ما نخالفش، نخالف القضاء بس ما نخالفش الديانة. طب ما هو القضاء معمول بالقانون في القضاء لمصلحة هذا الشخص المتدين وغيره، لمصلحة الإنسان. في مسألة الزواج من أخرى، القانون طلع
أنه يجب على الإنسان أن يخطر زوجته الأولى أو إعلامها يجب إعلامها بأنه قد سيتزوج بأخرى. خلاص القانون قال كده وأقر القانون في مجلس النواب. هل يجوز مخالفة القانون؟ لا يجوز. ليه؟ لأنه جاي شرط في العقد وهذا الشرط في العقد جائز، فاشترط في العقد هذا ومكتوب في الوثيقة، فهذا شرط جائز فأعملنا به. خلاص بتعلمها فقط مش بتمنعك ان انت تتجوز، انما بتخبرها بعد كده تقعد معك او ما تقعدش، ده هذا يرجع لها. فاحنا بنقول لابد من الالتزام بهذا الشرط قضاء، خلاص لانه معمول لمصلحة الانسان، لانه نوقش في مجلس النواب ولا يخالف الشريعة الإسلامية. طيب اجوز ابني ولا اطلع عمره؟ لا تجوز ابنها. ليه بقى؟ لان العمره عند جمهور العلماء سنه وليست واجبا. خلاص يبقى سنه مؤكده وحاجه جميله قوي العمره، بس زواج ابني اللي على 25 سنه وهيتجوز اهو، مش هيتجوز مثلا بعد 5 سنين ولا اكتر، لا هيتجوز دلوقتي او بعد سنه، يبقى انا اجوز ابني او بنتي الاول وبعد كده ان شاء الله ربنا يرزقني واطلع عمره. نعم. طيب نروح للسؤال الاخير. يمين اللي القى على زوجته اكثر من يمين، ورميت اليمين على الجماعه كذا مره لفظه يعني كده، فمش عارف اعمل ايه، حلال ده ولا حرام؟ هو مش حلال ولا حرام، بنقول له بلاش، لو سمحتوا بلاش الحلف بالطلاق، بلاش. عاوزين نعمل ثقافه في المجتمع، نقول للرجال اهو، نقول للرجال لا تحلفوا ابعدوا عن الحلف بالطلاق، ونقول للنساء لا تستفزوا الرجال في الحلف بالطلاق. بس مشكلة الطلاق مشكلة مش هينة وعمالين نعالج فيها على مستوى الدولة كلها والمؤسسات الدينية والاجتماعية. فبنقول الأستاذ بقى اللي سأل، أنا معرفش أنت قلت إيه ألفاظ، فعاوزك حضرتك يعني تجينا في دار الإفتاء المصرية نسمع منك قلت ايه، وان شاء الله يكون كل خير. معايا الاستاذه امه الله. استاذه امه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ازيك يا استاذ حسن؟ يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. عايز اسال حضرتك، اسال الشيخ بس. اهلا بيكي. انا دايما الحمد لله. اهلا بحضرتك. انا دايما اشوف نفسي في المنام ان انا عريانه وببقى ماشيه، يعني مع اني الحمد لله بصلي وعارفه ربنا الحمد لله، ومتوفي لي عروس عندها 19 سنه، ودايما ابتلاءاتي كثيره قوي قوي الحمد لله، كل ما اقرب لربنا الابتلاءات بتزيد. فعايز اعرف من حضرتك ايه، ونشكر الدكتور مجدي عاشور ربنا يخليه لنا يا رب. حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. معايا اتصال تاني. الو مدام امل، اهلا بيكي. السلام عليكم ورحمه الله. واهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا عندي سؤال وارجو يعني ان شاء الله التيسير في الاجابه ان شاء الله. اهلا، اتفضلي يا فندم. دلوقتي جوزي ما بيصليش من انا متجوزه بقالي 23 سنه، ما بيصليش نهائي ولا رمضان ولا شعبان ولا رجب، وبنوعظه الحمد لله بالموعظه الحسنه، واولاده بيصلوا متفوقين، واللهم لك الحمد الحمد لله. فهو من النوع اللي هو بيقعد يرمي يمين كتير، فكان في يمينين ودايما كان يقول لي ايه، بلاش توصليني ان انا ارمي اليمين الثالث، جه في مشكله ما فاطلق اليمين الثالث، قال طب عليا الطلاق منك لا اتجوز عليكي. فبعدنا انا على الموضوع، وابتدى هو يروح دار الافتاء لوحده، وبعدين جه قال لي، قالوا لي لازم انت اللي تتجوز. قلت له هو اليمين الثالث لازم انت اللي تتجوز؟ فبعدين قال لي اه، هم قالوا لي كده. قلت له خلاص وكيلك ربنا. معايا حضرتك؟ ايوه وكيلك ربنا طالما قالوا لك كده. فضلت عايشه، ابتديت احس بتعب وانهار وضغطي يعلى جامد. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يخرجني من الظلمات الى النور، فروحت وحلفت وقلت له ارجوك يا احمد، ارجوك قول لي الحقيقه، احنا عيشتنا مع بعض حرام ولا حلال؟ قال لي بصراحه بقى هو اليمين الثالث وقع. بس انا معايا 6 عيال، طبعا انا معايا 6 عيال، فانا قلت له طب انا مش هقدر اسيب ولادي، انا هقعد بيهم في البيت، وانت لو عايز تتجوز ده حقك، وانا هقعد بولادي، هي دي رسالتي وهو ده هدفي، ان انا احافظ على ما يمكن انقاذه. فرفض وفضل عايش معانا. فانا حاسه دايما بحس بتعب، وبحس ان كل حاجه ما فيهاش بركه، ما بحس يعني ولا راضي يسيبنا ويسيبنا عيش لوحدي،
ولا انا راضي اخدني دار الافتاء اسمع بودني ولا راضي يريحني. اعيش ازاي او اعمل ايه مع الانسان ده؟ طيب الف شكر. بشكرك شكرا جزيلا. ربما معايا اتصال تليفوني تاني. الو الو ام محمود اهلا بيكي. من فضلك اعرف من الدكتور في الشرع سواقه البنات في الدراجه والموتوسيكل شرعا حرام ولا حلال؟ ايه يا فندم فوائد ايه؟ سواقه الدراجه للبنات والموتوسيكل قياده الدراجه شرعا حلال ام حرام؟ دراجه حاضر حاضر يا فندم للبنات. في اتصال تاني. الو. طيب نرجع للإجابة على أسئلة السادة المشاهدين والمتصلين. طبعا أستاذ أحمد قلنا لأن مسألته اللي هو عايش في الإسماعيلية مسألته فيها تفاصيل كتيرة فقلنا له تسيب رقم تليفون أفضل. صحيح. طيب دلوقتي كنت أقرأ القرآن في رمضان وكل حاجة، بعد رمضان حسيت إني في فتور ومش عارف عايز أقرأ بس مش عارفة، بس بصلي وكل حاجة، إزاي أرجع العلاقة بينه بالقرآن مرة تانية؟ يعني هو عادة الناس بيعملوا كده، بيجوا في رمضان بيشدوا حلو شوية في قراءة القرآن وفي العبادة والصدقات وغيرها، يجي بعد رمضان يحصل له فطور. احنا عاوزين خير الأعمال أدومها وإن قل. أنا قلت قبل كده روشيتا ده وأنا مش هقدر أقرأ جزء كل يوم، أقرأ صفحة نص جزء يعني ربع جزء تمن جزء اللي هو الربع، أقرأ ربع، أقرأ صفحة اللي هو نص الربع، أقرا خمس آيات. المهم أنني لا أغفل عن القرآن يوما. إذا قلت كل واحد يبقى مع مصحف ورش العمل أهو يبص فيه بس يمل عينه كل يوم ولو آية واحدة، وهو لما يحس بالآية وجمالها هيقرأ بعد كده شوية. فأنا بقول لحضرتك بلاش جزء، نبدأ نقرأ ربع، هتلاقي نفسك متشوفة تقرأ الربع التاني وهتعملي كده، واللذة اللي انت حسيتيها في رمضان لقراءة القرآن عاوزك تستحضريها دلوقتي. عاوزك لو انت ما قريتيش قران شوف اهو بقى، يبقى اقرا حاجه بسيطه لكل المشاهدين، حاجه بسيطه قوي ولو ايه. طيب واعمل ايه طب عشان ارجع اقرا؟ المهم ما تشغليش وقتك بغير طاعه. لو انا انشغلت بالقران وانا قاعده استغفر، اقول لا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا قران واحد ثلاث مرات، جميل جدا. المهم الامر مش قران فقط، قران واذكار وادعيه، فاحنا نتنوع بين هذا عشان يحصل تنوع عند الانسان. استاذه ماجده اهلا بيكي. ايوه اتفضلي يا فندم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت استاذ حسن. اهلا بيكي اتفضلي. عايز اسال دلوقتي في اب توفى عن زوجه واولاد. توفي عن زوجه ايوه وثلاث اولاد متوفين قبليه. وايه وثلاث اولاد؟ ايوه ثلاث اولاد متوفين قبليه مخلفين يعني مخلفين وعندهم وثلاث اولاد توفوا قبله وفي اولاد تانيين وفي اولاد عايشين. طيب ايوه السؤال بقى السؤال يعني اقسم يعني فيه هو ترك مال ترك فلوس في البيت فعايز اقسمها ازاي؟ طيب حاضر بشكرك شكرا جزيلا. برجع فضيلة الدكتور مجدي يعني هذا النداء الخاص لأهل الخير، أختنا سارة يعني أطرافها مبتورة أو مقطوعة وعايزة جهاز تعويضي عشان تخش امتحان الثانوية العامة، وبكل يعني ما تفضلت به من هذا النداء عبر التليفون، فضيلتك تقول للأهل الخير إيه؟ أنا أقول للأستاذة سارة مش أقول لأهل الخير، أقول للأستاذة سارة في مؤسسات كبرى حضرتك مدنية يعني من مؤسسة المجتمع المدني زي ما بيسموهم ممكن بيساعدوا، فلو سمحتي حد ياخدك وتروحي لحدهم هناك بيعملوا أطراف صناعية بيتحققوا من الحالة ويعملوا أطراف صناعية، هذا أيسر مما نطلب من الناس على الشاشة في مثل هذه الأحوال. معايا الأستاذة إيمان أهلا بك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أستاذة إيمان. بقول لحضرتك بس ممكن أسأل الشيخ دلوقتي، أنا واحدة صاحبتي عندها بنت يعني كبيرة عندها 21 سنة ومحجبة بس بتلبس بنطلونات ضيقة وكده ويعني وتيشيرتات مش طويلة قوي، فمامتها بتحاول معاها كذا مرة وبكل الطرق، طب هزعل منك ربنا يغضب عليك، مش عارفة تعمل معاها، تقول لها لا يا ماما هو كده كويس، ايه يعني بنطلون، يعني مش قادرة تقنعها وخايفة تكون هي كده الست تتحاسب عليها وتعمل معاها، هي سنها 21 سنة، فهل ايه الطرق اللي تعملها
معاها بس، وجزاكم الله خير. حاضر يا فندم، بشكرك شكرا جزيلا. طيب دلوقتي أصلي وأنا جالسة، نعم، وبتصلي وهي على كرسي شفاها الله وعافاها، فبتحرك في السجود بتحرك دماغها قدام كده وترجعها تاني، فهل لازم السجود لازم يعني ألمس الأرض؟ هي بتقول كده، هو السجود لازم نلمس الأرض لو نستطيع. أيوة، مفيش استطاعة، يعني واحد عنده أي حاجة في ظهره، أي حاجة في ركبته ومش هيقدر يسجد، الطبيب قال له لا تسجد، يبقى خلاص بنعمل إيه؟ يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله، فبركع وبعدين أسجد، بقى أخفض شوية، أقل شوية كده في السجود، ومش لازم أسجد على حاجة، إنما لو أقدر أسجد يبقى لازم أسجد، لأن السجود ركن من أركان الصلاة. طيب فيما يعني تبقى من وقت نجيب على كل التساؤلات اللي معانا، طب قراءة القرآن لابد لها من الوضوء مولانا؟ إحنا قلنا تيسيرا على الناس، في فارق عندنا بين مسألتين لازم نعرفهم ونكررهم، القراءة القرآن من المصحف وقراءة القرآن من الحفظ أو من غير المصحف. من المصحف جمهور العلماء يشترط الوضوء، من غير المصحف أو من الحفظ لا يشترطون الوضوء، أو نأخذ بالمذهب الذي يقول بعدم اشتراط الوضوء إذا قرأنا القرآن من حفظنا أو من أي حاجة غير المصحف بس. طب السجدة لما تيجي بقى في الآية تعمل فيها إيه برضو؟ السجدة لما تيجي في الآية وأنا على وضوء ولا غير وضوء؟ سجدة التلاوة المعمول به في المذهب عندنا في دار الإفتاء أنه يشترط فيها ما يشترط للصلاة، بمعنى اللي هو يكون الإنسان متوضي عشان يسجد، لو مش متوضي ما يسجدش. وقلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا بديل، نقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 4 مرات كما في سنن أبي داود، دي تغنينا عن السجدة إذا كنا غير متوضي. أصلي الفرائض ومعها الفوائد، بقول ده مدى الحياة، هل يصلح الموضوع ده من مدى الحياة وبتقوم الليل، هل يصلح ده أني أصلي الفرائض والفوائد من غير ما أصلي السنن مدى الحياة؟ ينفع، لأن هي اللي واجب عليها دلوقتي، وقال لك إيه؟ قال لك إذا تعارض واجب وسنة فعليك بأداء الواجب لأنه دين في رقبتك. أنا بصلي الوقت الحاضر وعلي فوائد كتير عاوز أقضيها، دين ودين الله أحق أن يقضى، أصلي هذه الفوائد بعد الصلاة الحاضرة. طب هصلي قيام الليل، ممكن قيام الليل لمزيد فضله، ممكن الضحى لأن لها خصوصية، ممكن الوتر هصلي الوتر، يبقى هو الوتر الضحى قيام الليل ركعتي الفجر اللي هما سنة الفجر نحرص عليهم، لأن جي فيها نصوص مخصوصة، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، كان لا ينام إلا على وتر ولا يترك الوتر في سفر أو في حضر صلى الله عليه وسلم. وصلاة الليل طبعا عارفين فضلها عظيم، أفضل صلاة بعد الفريضة، وصلاة الضحى أجرها عظيم، فأنت كده اللي تعمليه صح. طب هصوم قلت هصوم 3 أيام من كل شهر عربي مدى الحياة، بس دلوقتي ما أقدرش، هل من 3 أيام دول بصومهم بنية إيه؟ أقضي اللي عليا برضو، هل مش قادرة دلوقتي فأطلع فلوس بنية القضاء على الأيام اللي ما صومتهاش؟ الأول إحنا عاوزين نفرق بين هو نذر، لو كان نذرا لوجب علينا، خلاص لو كان نذر يبقى يجب علينا. طيب لو واجب علينا قلنا نذر لأن أعمل كده في النوافل كتير، نوافل خلاص. طيب لو جه بعد كده بصوم رمضان، طب ما انا اقدر اصوم الله النوافل لانه نذر بقى واجب. طيب ما قدرتش اصوم، الطبيب قال لي ما تصوميش في الوقت ده، اطعم عن كل يوم مسكينا. ايوه طيب انا بقول ان انا هصوم هذه النوافل، مش نوافل، لقضاء ما عليا، خلاص جميل. جيت بعد كده مش قادر اعمل كده، خلاص اخرج بقى، تقول اخرج فلوس ما عليا الايام اللي عليا، اخرج عن الايام التي مضت ولم اصومها، يبقى تطعم عن كل يوم مسكينة. بتحب تصلي الفجر مع بنتها، بنتها احيانا يعني بتعيد صلاة الفجر تاني معاها عشان تصلي معاها جماعة، وبتأخر بقى وبتتأنف صلاتها شوية، فبيحصل اللي قالت عليه. طيب هي بس ما نقولش للبنت ان انا ما صليتش، يعني نقول الصدق. ايوه لان هي بتقول البنت انا ما صليتش عشان البنت ما تزعلش، معلش البنت ما تزعلش، بس ايه لابد ان يكون بالصدق وليس بخلاف الواقع. اللي عملتيه بعد كده كله ان انت بتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع او في السجود مفيش مشكله، انما احنا امرنا في مثل هذه الامور في السجود نسبح الله عز وجل ونقدسه، سبح قدوس رب الملائكه والروح، في السجود في الركوع في السجود ندعو الله عز وجل، بقول ولا اقول سمع الله لمن حمده، فبتدعي لنفسها بالعفو والعافيه، جميل مفيش اي مشكله.
طيب دلوقتي الذي يتتعتع فيه، الناس فاهمة ان يتتعتع فيه يعني ارفع المنصوب وانصب المرفوع واقرب مزاجي في القرآن الكريم. هو البعض بيفهم، هو ممكن اللي بيقرب مزاجه ويغلط فيه ويرفع المنصوب ويرفع مش عارف ايه ماشي، بس بشرط الى ان يتعلم، وطالما ان عاوز يقرا يبقى يتعلم، يبقى انسان جه لسه في اول يوم تعليم النهارده او تاني يوم ما يقراش يقرا، بس لازم يتعلم طالما ان عاوز يقرا القران عشان ما يرفعش المنصوب وينصب المرفوع. فان هو يتتعتع فيه، عاوزين بقى اهو يتتعتع فيه، يجوز له هذا بشرط ان يتعلم حتى لا يخطئ في الضبط الذي قد يحيل المعنى، يغير المعنى، فهنا لا يجوز الشرع انه يعمل كده خلاص، انما يتتعتع فيه. والا يبقى ايه فايده الحديث حضرتك؟ يبقى يتتعتع فيه نعم الى ان يتعلم، فاذا اراد ان يقرا كثيرا فلا بد ان يتعلم حتى يقرا القران على وجهه. طب الاخ اللي بيقول له على نظام ناخد 50,000 او 20,000 فعشان يحج السنه الجايه يعمل يتصرف معاه ازاي؟ يعني 50,000 دلوقتي هو عشان يعمل، عشان بس نكيفها في الفقه ايه هي ايه، هو عاوز يدفع 50,000 دلوقتي، وبعدين هل هو ضمين له ان يعطيه هذا ولا قال له ده تحت ان انت يجي لك تاشيره او ما يجيلكش؟ فاخشى ان يكون في هذا الامر في غرر، او عاوز ياخد ال 50,000 وهو يستثمرها في امور ما اللي هو صاحب الانسان ده، فانا بقول له احذر من هذا التعامل وخليك لما يجي القرعه احسن. طيب دلوقتي بشوف نفسي عريانه في المنامات اللي بشوفها، ومع اني والله بصلي يعني، وبتقول عندها بنت الله يرحمها عندها 19 توفيت ربنا يجعلها ان شاء الله ذخرا لك في الجنه، وبتشوف نفسها عريانه، مش عاوزين هذه الاشياء بتقول بشوفها كتير، فطالما بنشوفها كتير يبقى عاوزين نستتر بستر الله عز وجل، بمعنى ان انا يعني في امر عملته ما احكيش للناس حاجه، اعمل ايه عشان اعالج نفسي في كده؟ اخرج صدقات كتير خلاص، قليل من الكلام كثير من الصمت بعض الصدقه. طيب دلوقتي نيجي بقى للمشكله بتاع السيده الكريمه اللي جوزها ما بيصليش من 23 سنه وحلف عليها ايمانات كتير، ودلوقتي يعني محيرها، هو راح لدار الافتاء ولا ما راحش ولا تعمل ايه؟ طيب ظاهر كلامه اللي هو بيقوله لو كان باللفظ اللي انت قلتيه ولا علي الطلاق، دار الافتاء ما قالولوش روحي اتجوز تاني كده قولا واحدا، فعشان كده انا عاوزك بس في لحظه التجلي عاوزك ان انت يعني تسترضيه وتقول بس انا عاوز يطمئن قلبي، ما تعيشنيش في شك طول عمري، هروح انا وانت دار الافتاء، وتعالي لنا دار الافتاء حضرتك هنسمع منه بالظبط، واحنا هنعرف نسمع منه ونقول لك وانت قاعده كل حاجه، وانت تكوني معاه عشان ترتاحي، مفيش حل الا هذا، وانت زوجته لان هو بيقول قالوا لي كذا وكذا، منين قالوا لك كذا وكذا؟ باللفظ اللي انت قلتيه حضرتك ده اللي انت قلتيه عليا الطلاق كده، دار الافتاء ملوش روح اتجوز والطلاق وقع. قياده الدراجات والموتوسيكلات بالنسبه للبنات، بالنسبه للبنات واهم حاجه في البنات في ركوب القياده اي حاجه السياره او غيرها او غيرها، ان نحافظ على البنت وان تكون ستر نفسها بطريقه لائقه محتشمه، لكن اذا فعلت هذا وهي محتاجه لمثل هذه الامور ممكن تركب هذه الدراجه وتروح بها المدرسه او تروح بها اي حته، بس المهم الا يظهر شيء من عورتها، ده هو الضابط. نعم. طيب دلوقتي توفي عن زوجة وأولاد، منهم أولاد رحلوا هو ماتوا هو في حياته وعندهم أولاد يعني عنده أحفاد يعني. طيب وأولاد عايشين، الراجل مات وعنده مثلا 4 أولاد، 2 منهم ماتوا ومتجوزين، هم 2 متجوزين من الأولاد دول ماتوا في حال حياة أبيهم قبل أبوهم ما يموت، واثنين قعدوا لحد أبوهم ما مات، التركة توزع إزاي؟ التركة هتتوزع على الاولاد ولاد الولاد الاثنين اللي ماتوا هياخدوا كما كانوا سياخذون في حياتهم، يعني كان ياخدوا قد ايه؟ نقسم التركه بقى الاثنين الحيين دلوقتي والاثنين اللي ماتوا الكبار اللي ماتوا، هنقسم خلاص، لو مجموع الاثنين اقل من التلت او لحد التلت ماشي، انما اكتر من التلت يبقى ياخدوا التلت، التلت لاولاد الولدين اللي ماتوا. سؤالنا الاخير حول يعني عندها 21 سنه محجبه بس بتلبس البنطلون ضيق، بتلبس مش بشكل ما او باخر، فبتقول انا زعلانه او متضايقه من بنتي اللي عامله كده. احنا عاوزين بس نرفق مع البنات، وان ده انا عاوز اقول لحضرتك ما عليك الا النصيحه،
هي عندها 21 سنه مكلفه، فهي عندها 21 سنه انت يعني لا سلطان لك عليها ولا ولايه، خلاص هي المسؤوله امام الله عز وجل. فانت حضرتك تفضلي تنصحيها كتير، يعني تحفزيها، والله تغريها، والله يعني ترغبيها في حب الله ورسوله حتى ترجع، وهي هترجع بس بالرفق وبالراحه، لا عشان ما تعانيتش، انما انت لست مسؤوله عن افعالها، هي المسؤوله، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا فضيله الاستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيله المفتي، ونلتقي دائما على هذا الخير. احسن الله اليك. دمتم في رعايه الله وامنه، الى اللقاء.